بكشي؟ لا انت بكشي؟ لا ما بنش انت بكشي الحمد لله ما بنكي فادي عايزة بموضوع ضروري دخيل جلاك تأخرت عندي جلسة دخيلك يا فادي زيت مع جلسة 10 دقايق بس لا يا وشيخ لا 10 دقايق شو مجنون انت ما بدي طول بالك امبارح ما رحنا على الجلسة يمكن اليوم يطلع الحكي دخيلك يا فادي 10 دقايق شو 10 دقايق شو جنات طيب 5 دقايق 5 دقايق كثير يا فادي انه عم نشيل اكثر من 5 دقايق دخيلك 5 دقايق 5 دقايق عيط ساعة ما في ساعة احسن تفضل تفضل لك وجهي يلا خلصني ايه يا فادي شو بتحب تتروق شو نعم لا يا اخي معنا 5 دقايق بس يلا خير شو في يلا قلي شو 5 دقايق جينا على المطعم وشينا بدنا نفل بدون ما ناكل خلصني لك وجهي شو اذا بتريد مترو مترو Bonjour monsieur. Bonjour. Savez-vous votre leçon? Nous voulons deux assiettes de foule moudamas. Deux assiettes de balila. S'il n'y a pas d'arrangement, zaj. Et foie à la ligne. Non, avec des légumes fraîches. S'il n'y a pas d'arrangement. Merci. Bye. لا شو صاير الفرق اللي مبين؟ ايه خيف هذه انا بعجبك منيح بالانجليزي انجليزي الله يسعدني عليك انجليزي بعدين شو طلبت حبيبي؟ دو باليلا دو زاتشيت دو فولا ما انت بتعرف انه انا ما باكل باليلا بعرف يا فادي مش هيك طلبت باليلا حلوه لك فادي بدي اقول لك كيفك انت؟ انا والله منيح تقشير تقشير شو خيي؟ كيفك بالتقشير؟ تقشير شو بطاطا؟ تقشير تقشير شو؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ تعرف شو بيسموه هيدا؟ أكيد بعرف شو بيسموه هيدا شو؟ هبل لوين من غير شارع بغتا الصبح غير عاتك؟ أهلا صار وصاري بس أنا كتير مستعجلة مستعجلة؟ لوين مستعجلة من غير شارع؟ بدل ما تقولي لي اهلا وسهلا حبيبتي باجل تفضل اطلعي لنقعد شوي ليكي طه هلا من كل عقلك معقولي انا اجل مشواري لاطلع اقعد معي لا فاذا لسه عم تطرحي هالاقتراح البلا طعمه وقع على كل حال انا مش جاي اعمل معك صبحيه انا جاي اشوف ابني وبنته ايه تاخرت كثير لانه ابنك من ساعتين راح على شغله طيب شوف دي كيف بديتها انت معلمتيها ما تحكي معي؟ ليش طاب انا مستعجلة كثير اوكي؟ على كل حال وين بدها تعرف ستك؟ لما ما بتزوروني الا بالسنه مره. باي طاب انا مستعجلة رايحة بدي ودي هالثياب. توديهم لوين بدك توديهم هالثياب؟ ما تكوني اختين للفقرة. معقولة؟ شو انا مجنونة لحتى اخذهم هيك للفقرة؟ لا. بدي اخذهم اول شيء على المصبغة، بعدين لعند الفقرة. بالك يا خيي كنكل على كلاتك اكيد بدك هب صدق قلبك بيوجعك يا خيي ركز مضبوط اي ما عم بفهم عليك شو قصدك الكواجي خلص هي عم اقول لك كبة كبة قلت لي كبة؟ اي نعم شو يعني؟ بس اعمل لك هيك يعني بدي كبة نحن عندنا عبارة بس عم لك بدك كبة ولا منيعة والله منيعة شغلة ثانية ستي الله يرحمها كان عندها بسي توني ابن خالتي من ستي كان ما يطيقها لا ستك ناكل البسي وخلا مضيع لي وقتي لك توجهي تيجي تخبرني انه ستك عندها بسيني وابن خالتك توني ما بطيقها مش بسيني بسي بسي بالخبريج وفي عنا يا بادي شو في عنا؟ في عنا بسي وطوني اجمع عليهم مع بعضهم شو بيعطونا؟ بسي وطوني بسي وطوني بسي توني بسي توني يعني بس توني بس توني يعني بس توني كمان باللعبه بدك تقول لي خبريه ستك لتقول لي انه بدك بستوني إيه بس لمح لك عليا بتكون بدي بستوني هذا تأجير هذا تأجير بقى الليلة حتى نعوض خسارتنا بدنا نأشر بدك تأشر وجهي إيه لا طمن بالك حبيبي بتأشير وبلا تأشير رح نخسر لأنه أنا خيي ما بعد بلعب منيح بعرف إنه رح نخسر من وراك من شان هيك أنا جاي أعلمك تعلمني شو ليخا تأشير تأشير بس شكرا بس لا تأشير لعقني تأشير شو هذا مين هذا شو هذا ألو مين شوقي خير يا شوقي تعال امال شوفي امال شوفي جاي جاي شوفي
مصدرة كرمال تعطيهم للفقراء ادعكيهم زم الغسالة وينضفوا ولا ضروري تتك مصارع عليهم. لا انت لازم يحطوكي بالعصفورية. لا لازم يحطونا